الآن الكرة هي ليس فقط في ملعب السيد مصطفى الكاظمي، الكرة كذلك في ملعب القوى السياسية. القوى السياسية إذا لم تتدخل بالقرارات الجانب التنفيذي وتدع الجانب التنفيذي يعمل بما يراه مناسبا ويترجم على أرض الواقع، والجانب التشريعي يكون جهة رقابية وجهة تشريعية، سوف نحقق هنالك إنجازات ولا نواجه هنالك أي مطبات. أما القوى السياسية إذا بقيت تتدخل بالصغيرة والكبيرة وهذه المسميات، نتوقع بأنه سوف يواجه السيد الكاظمي هنالك صعوبة في لملمة الجراحات، في ترتيب بعض الأوراق، في الذي متراكم الملفات منذ سنوات طويلة وهذه المسميات. فالآن السيد الكاظمي بدأ بنقطة انطلاقة، ونوعا ما هذه نقطة انطلاقة لا نقول انموذجية 100%، ولكن نقول تختلف عن الحكومات السابقة بتشكيل الكابينة الوزارية من بعض الشخصيات المهنية وإلى آخره، وكذلك بأنه حاول بأول خطاب إليه تحت قبة البرلمان بأن ينقل رسالة من عدة جوانب وعدة نقاط، من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، من ضمنها عدم أن يكون العراق عبارة عن حلب الصراعات الدولية أو يقاتل بالنيابة إلى هذه الدولة وتلك الدولة، وكل هذه المسميات. فمن خلال هذه الخطابات وهذه الرسالة نتوقع أن يكون هنالك انقلاب أو تغيير بوصلة العملية السياسية، ولكن لا نقول انقلاب نوعية أو انقلاب جذرية، لكون التراكمات على مدى 17 سنة السيد الكاظمي لا يمتلك عصا سحرية بأن يغيرها بهذا الوقت الضيق جدا. نعم صحيح. أستاذ باسل، أيضا يعني وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدوره رحب بنيل مصطفى الكاظمي ثقة البرلمان طبعا، وتعهد بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة كما وصفها من أجل الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي. ما تعليقك؟ هل تتوقع انفراجا حقيقيا للعراق يدعوك للتفاؤل؟ نعم، نتوقع بأنه إن عدنا إلى الجانب الإقليمي والجانب الدولي سوف يكون هنالك نوعا ما انفراجه، والسيد الكاظمي كذلك حتى في منهاجه الحكومي قال بأن نحن على مسافة واحدة مع جميع البلدان. فعندما يتعامل بسياسة مرنة بسياسة الدول وإلى آخره مع هذه الدولة وتلك الدولة، سوف يكون هنالك انفراج وتغيير، وسوف يكون هنالك تقارب بوجهات النظر بين بغداد وبين كل عواصم دول العالم. هذا من جانب. الجانب الآخر، الآن عندما رحبت الجانب الأمريكي بهذه تشكيل كابينة السيد الكاظمي وكذلك الجانب التركي، كذلك لاحظنا نوعا ما وبعض البلدان بأنه الآن عندما رحبت، هذا لا يعني بأن هذا الترحيب يبقى التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العراقية والمطبخ السياسي. يجب أن يكون العراق مستقل بالقرارات ومستقل بكل هذه المسميات. يجب أن لا نقاتل بالنيابة عن هذه الدولة وتلك الدولة. فبعض البلدان أو بعض الدول عندما لاحظت بأن سياسة السيد الكاظمي بهذه المنهاج وبهذه السياسة رحبت بهذه المسألة، وسوف يكون هنالك انفراجة. هنالك مرحلة أخرى عفوا، نحن لم ننتهي من مرحلة بأنه فقط تشكيل الكابينة الوزارية وتم تمرير حكومة السيد الكاظمي. المرحلة القادمة بأنها هنالك درجات خاصة في الحكومة، هنالك وكالة، هنالك كل هذه المسميات في داخل الجانب التنفيذي. علينا بأنه على القوى السياسية كذلك أن تترك الخيار إلى السيد الكاظمي ويضع الشخص المناسب بالمكان المناسب إذا كان من المدراء أو من الوكلاء، وهذه مسميات. الشيء بالشيء يذكر، الآن الشعب العراقي عندما يلاحظ بأن هنالك شخصية يتعامل بمهنية وبوطنية يسانده ويدعمه، مثال بسيط، أحد الوكلاء في داخل وزارة النفط الأستاذ كريم حطاب، هذا وكيل وزير لشؤون التوزيع، نلاحظه مع عمله في داخل الوزارة وفي هذه المؤسسة العريقة والمؤسسة الكبيرة، نلاحظه يعمل بمجالات أخرى تخدم الدولة. العراق بأحوج ظروف إلى كل الشخصيات الوطنية أمثال كريم حطاب وغيره وغيره في داخل الحكومة العراقية القادمة. يجب علينا الانطلاقة أن تكون جبارة وتختلف. نعم الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي مباشرة من بغداد.